أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري المفصل نقدمه لحضراتكم من قناة العيون، والبداية كما عودناكم بأبرز العناوين. كورنيش حي القسم بالدخل أحد المشاريع المهمة التي قطعت أشواط المتقدمة، حيث كلف إنجازه 14 مليون درهم. وورشة بالطان في إطار إعداد التصميم المديري الجهوي للتكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعة بالجهة. وفي النشرة أيضا، سوق السمك بقرية الصيادين أفتيسات يشهد حاليا حركة تجارية نشطة مع بدء موسم صيد الأقطوبيس. أهلا بكم. نستهل عرضنا الإخباري المفصل من الداخل، حيث تشهد جهة وادي الذهب انطلاق العديد من المشاريع التنموية الهادفة التي إلى تعزيز البنيات التحتية والأساسية. كورنيش حي القسم أحد هذه المشاريع المهمة التي قطعت أشواطا متقدمة، حيث كلف إنجازه 14 مليون درهم. بكر دليم ومحمد يداس كان في هذا الروبورتاج. يشكل كورنيش الداخل القسم الذي قطع أشواطا كبيرة متنزها ومتنفسا جديدا لساكنة وزواري المدينة، نظرا لموقعه المتميز واحتوائه على عدد من الخدمات الترفيهية التي تدوم من على 60 مربع. يقع هذا المشروع الذي سيكلف إنجازه 14 مليون درهم بتمويل من مجلس جهة الداخل وادي الذهب. كورنيش المتواجد شمال مدينة الداخلة، وهو كورنيش على مساحة تقدر ب 2700 متر مربع وبمبلغ 14 مليون درهم. هذا الكورنيش سيكون إن شاء الله لقد يعطي واحد الرونق واحد الجمالية لشمال مدينة الداخلة، وبالخصوص حي القسم واحد المحاذي لخليج الداخلة. المشروع سيساهم في إضفاء جمالية على المنطقة، بالإضافة إلى منح الاسترخاء والراحة وتوفير مجالا أرحب أمام ساكنة الجهة للاستمتاع وممارسة عدد من الأنشطة المتنوعة. بالنسبة للمميزة ضد هذا المشروع هي أنه غادي يكون نوع من التزليج بما يسمى بالريف صول 33 والرخام، وكذلك هناك انواع ديال لي سكولتور على الاشكال كما تلاحظون من خلال وتقويه الحافه المطله على واد الذهب، اضافه الى بناء حائط سياجي على طول 900 اللي هو 900 متر لينير. مشروع كورنيش القسم يحمل اهميه خاصه لاسهامه في مجال تطوير البنيه الأساسية لجهة الداخلة وادي الذهب. ورشة عمل التأمت بالطنطان في إطار إعداد التصميم المديري الجهوي للتكوين المستمر لفائدة أعضاء الجماعات بجهة جليميم ودنون. ورشة استعرضت سياق وأفاق هذا التصميم المديري الجهوي الرمي إلى رفع بنقاط ومن قصة أعضاء الجماعة الترابية. حافظ محضار وعلي الكبش وعبد الرحيم حاجي. هي ورشة تكوينية من بين سلسلة ورشات تتناغم والتصميم المديري الجهوي للتكوين المستمر، تكوين يسعى عبر ورشاته إلى تأهيل الإمكانات الذاتية للفاعلين السياسيين بالمجالس الترابية الجهوية مع تقوية قدراتهم ومداركهم في المهام المنوطة بعملهم. ارتأت جهة جليميم ودنون أن تقوم بهذه الورشة التحسيسية والورشة التشاركية لتعبير عن حاجية المنتخبين. هذا الورشة صراحة تمت من خلال مجموعة من اللقاءات التي كانت على مستوى جهة جليميم ودنون، والتي من خلالها تم إنشاء ما يسمى باللجنة الجهوية التي ستقوم على أو ستسهر على هذا التكوين المستمر. ورشة عمل تتعلق بتشخيص تشخيص وضعية العمل ديال المنتخبين داخل الجماعة الترابية، ثم كذلك من أجل وضع برنامج يتعلق بمخطط جهوي للتكوين المستمر من أجل تأهيل كفاءة المنتخب حتى يتمكن من الترافع حول القضايا التي تهم المجتمع الذي ينتمي،
وفي نفس الوقت تطوير قدرات المنتخبين خلال ولايات الانتداب. نزلنا على مستوى الأقاليم وكذلك ننزلوا على مستوى الجامعات الترابية، لأخش المهم من هذه الوثيقة هي وثيقة ديال تقوية القدرات أنه التملك ديالها من طرف المنتخب. المنتخب أنه مطلوب منه واحد الأدوار طلائعية وأدوار جديدة في إطار الدستور الجديد. احنا كنحاولوا أننا نرصدوا ديك الفجوة اللي كاينة بين القدرات ديالو والكفاءات ديالو والمتطلبات ديالو. التصميم المديري الجهوي للتكوين المستمر رؤية ترتكز على تنمية العنصر البشري وترشيد الترابي في أعضاء المجالس الترابية حتى تبلور الفاعلية الميدانية المتوخاة من انتخابهم داخل المؤسسات التي يسهرون على تدبيرها. في سياق الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط والذي انطلق موسمه بإقليم بوجدور منذ الخامس من الشهر الماضي ويستمر إلى غاية 31 مارس، يشهد سوق السمك بقرية الصيادين أفتيسات حاليا حركة تجارية نشطة سجلت خلالها أرقام هامة على مستوى أسعار الأخطبوط مقارنة بالسنوات الماضية. محمد الفيرس ومحمد شارة. بعد قضاء 48 ساعة في عرض البحر يجلب البحارة غلتهم ومصطادهم من كميات إلى سوق السمك بمنطقة افتيسات من أجل بيعه والحصول على مكاسب مادية تعوضهم عن عناء ومصاريف العمل. عملية تجارية بامتياز تشهد تنافسا وأخذا وردا بين المشترين للبضاعة ومالكيها الأصليين مع إشراف مباشر من الجهة المعنية بتدبير القطاع محليا لضمان السير القانوني للعملية. لا مشينا البحر جاب الله ضربنا واحد اليومين جاب الله واحد 250 300 على الفلك ما مقاداش ني بالصيد يعني كله المستوى ديالو كاين 200 250 300 400 كله الصيد ديالو الحمد لله جاب الله التيسير الحمد لله. الموسم غادي زوين ثمن مرتفع هو هذاك مزيان كاينه 110 120 90 95 سلعة على وجهها كاين جي وجي جي على حساب الترياج يعني مثلا اللي كيتريج السلعة في البحر كاين اللي مثلا كيجيبها كواك هنا والحمد لله الاجواء غدا مزيانه الحمد لله. بالنسبه لها الموسم تخطى زين الحمد لله والثمن كاين الثمن يتراوح من بين 85 الى 120 والبحريه ناشطين وصحاب الوفيس متعاونين معانا السلطه كامله متعاونه معانا الله يجازيهم بخير. خصصت الوزاره الصيد البحري احد الفرعيه المكونه من ميناء بوجدور وقرى الصيد افتيسات وسيدي الغازي والكراع التابعة لنفوذ الإقليم وتبلغ هذه الحصة 2200 طنا مخصصة لقوارب الصيد التقليدي بالمنطقة. المؤشرات الأولية تؤكد على نتائج إيجابية للموسم منذ انطلاقته بعد نفاذ 35% من الحصة المخصصة للإقليم. بالنسبة للأثمنة، الأثمنة جد مشجعة وجد مرتفعة مقارنة مع المواسم الماضية حيث تراوحت ما بين 63 درهم و 140 درهم مما جعل الكثير من المهنيين يتوقعون هذا الموسم أن يكون موسم استثنائي على مستوى هامش الربح. وبالنسبة لسوق السمك افتيسات عموما فهذه السنة تعتبر سنة استثنائية بامتياز من حيث رقم المعاملات التجارية المحقق حوالي 135 مليون درهم. إلى جانب القطاع الفلاحي يعتبر قطاع الصيد البحري من أهم الأنشطة الاقتصادية بإقليم بوجدور ويشغل هذا القطاع عددا هاما من اليد العاملة النشطة وتساعد الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة المعنية في الحفاظ على الثروات والمؤهلات البحرية بالإقليم وتوفر الشروط القانونية واللوجستية اللازمة لضمان استغلال أفضل لهذه الثروات. مختصرة النشرة نقترحها عليكم الليلة من العيون في مواضيع لخصها الزميل محمد المصطفى خيا في هذا التقرير. بالعيون نظمت جمعية مساندة الأشخاص المعاقين وبدعم من برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجماعة فم الوادة القروية ندوة جهوية في موضوع السياسات العامة في مجال تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة وذلك تحت عنوان تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة رهان الإدماج وصعوبات الواقع وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة يصادف كل سنة وتزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يحتفى به في العاشر من دجنبر من كل سنة.
بالعيون دائما نظم الملتقى الجهوي لرابطة التعليم الخاص في المغرب، وذلك في موضوع التعليم الخصوصي رافعة أساسية لتعزيز الجهوية المتقدمة. الفئة المستهدفة من هذا الملتقى ساكنة مدن العيون، السمارة، بوجدور وطرفايا، وممثلي الرابطة بمختلف جهات المملكة والمصالح الخارجية للقطاعات الحكومية بالجهة ذات الصلة بالقطاع. وبالعيون دائما نظمت نقابة سائقي سيارات الأجرة الصنف الثانية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب جمعها العام التواصلي لنقاش جملة من القضايا ذات الصلة بهذا القطاع. وبالعيون دائما نظمت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة حفلا لرفع إشارة اللواء الأخضر بعدد من المؤسسات التعليمية. الحفل تخللت مجموعة من الفقرات من أهمها زيارة فضاءات وأروقة المدرسة المتوجة. أما اللحظة فنتوقف مع جديد الصحف الصادرة غدا الخميس مع قراءة للزميل علي الكبش. بداية جولتنا بين دفات الصحف الصادرة يوم غد الخميس مستهلها من يومية المساء التي كشفت وفق مصدر مطلع أن تعليمات وجهت البحرية الملكية لمواجهة بارونات التهريب بالجنوب بعد أن استفحل نشاط قوارب تقليدية لتهريب السجائر، إذ تم تعيين دوريات تعمل بنظام المداومة لمراقبة قوارب التهريب. وذكرت المساء أن هذا جاء بعد أن تم أخيرا إحباط محاولة لتهريب سجائر وهواتف النقالة. أما يومية الصباح فعرجت على تسجيل مدينة الداخلة لسابقة في المنافسات التجارية بقطاع التأمينات بعد توقيف شركة للوساطة في التأمين تقدم خدماتها لبحارة الصيد التقليدي تحت ضغط شركات تأمينات كبرى بسبب تسويقها لتأمينات بسعر أقل. وأضافت صباح أن هذا يشكل خرقاً لحرية الأسعار والمنافسة، وهذا الوضع أثار حفيظة عدد من المهنيين في قطاع الصيد البحري. إلى صحيفة برلمانكم حيث أوردت استباق البوليزاريو تقرير قوات بعثة المينورسو بشأن خروقاتها الناتجة عن أنشطتها العسكرية في المنطقة العازلة قرب المركز الحدودي القرقرات بتوجيه رسالة إلى قائد البعثة الأممية تدعي فيها أنها قد تضطر إلى العودة للوضع السابق بالقرقرات وتعيد النظر في قرارها إعادة الانتشار. وتروم رسالة جبهة البوليزاريو إلى القائد الجديد للقوات الأممية الكندي كولين ستيوارت فرض الأمر الواقع وتفادي إدانات جديدة يمكن أن يتضمنها تقرير البعثة بشأن خرق البوليزاريو لاتفاقية وقف إطلاق النار. وعبر يومية الاتحاد الاشتراكي نختم جولتنا الصحفية، إذ تطرقت لعزم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تنظيم مسابقة الموظف المتميز برسم سنة 2017، وذلك على مستوى الإدارة المركزية والمركز الوطني لتكوين الأطر وكذا على صعيد المديريات الجهوية والمؤسسات السجنية. وأوضح بلاغ للمندوبية العامة أن المسابقة المندرجة في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تثمين دور العنصر البشري ستشكل مناسبة سنوية لاختيار موظفات وموظفي القطاع الذين يتميزون بالمردودية العالية وحسن السلوك والانضباط ومحط للاعتراف بجهودهم المبذولة للرفع من جودة الخدمات وتطوير الأداء بقطاع السجون، وتشجيعا لهم على الابتكار والتميز وتنمية روح المبادرة والبذل والعطاء. وأشار البلاغ إلى أن المسابقة ستصبح آلية لتحفيز موظفي وموظفات القطاع وتكريس قيم الكفاءة والجودة في أدائهم وتقوية اعتزازهم بالانتماء للقطاع السجني باعتباره مرفقا أمنيا إصلاحيا بالغ الأهمية في المجتمع. أما الآن فنصل إلى الورقة الخاصة بأحوال الطقس، ومن المرتقب خلال 24 ساعة أن تهب رياح أو زوابع رملية في بعض المناطق الجنوبية. درجات الحرارة المرتقبة ليوم غد بحول الله ببلادنا نستهلها من العاصمة الرباط 19، 22 بسيدي إفني، 27 بقليميم، 26 بطنطان، 24 بأسا، 23 بقلش زمور، 26 بأم ضريقة، 26 بأوسرت. حالة البحر قليل الهيجان إلى هائج.
شروق الشمس غدا بحول الله على الساعة 7:47، أما الغروب على الساعة 6:07. درجات الحرارة المرتقبة ببعض العواصم والمناطق المجاورة لبلادنا غدا بحول الله نواذب 29 درجة، 31 بنواكشوط، 32 بكيهيدي، 28 بأطار. أما الآن فالتذكير بالعناوين. كورنيش حي القسم بالداخل أحد المشاريع المهمة التي قطعت أشواطا متقدمة، حيث كلف إنجازه 14 مليون درهم. وورشة في الطنطان في إطار إعداد التصميم المديري الجهوي للتكوين المستمر لفائدة أعضاء المجالس والجامعات الجهة. وفي النشرة أيضا سوق السمك بقرية صياد تيسات يشهد حاليا حركة تجارية نشطة مع بدء موسم صيد الأخطبوط. قبل الختام مشاهدينا الكرام، يمكنكم متابعة نشرات أخبار قناة العيون على موقعنا على الانترنت smt.ma، كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتي العيون والداخل الجهويتين عبر موقع المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية podcast.com، كما يمكنكم متابعة نشرات الأخبار وجديد البرامج عبر الهواتف الذكية، وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأب ستور وجوجل بلاي. كما تلتقون مع إعادة لهذه النشرة غدا على قناة المغربية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.